الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في باب الإشارة والنص على أبي الحسن موسى عليه السلام الحديث السادس من احاديث هذا الباب قال منصور ابن حازم للامام الصادق عليه الصلاه والسلام بابي انت وامي ان الانفس يغدى عليها ويراح فاذا كان ذلك فمن فقال ابو عبد الله عليه السلام اذا كان ذلك فهو صاحبكم وضرب بيده على منكب أبي الحسن الأيمن فيما أعلم وهو يومئذ خماسي وعبد الله ابن جعفر جالس معنا هذا أيضا من النصوص التي نص فيها الإمام الصادق على إمامة الإمام الكاظم وقد ذكرنا فيما مضى أن الإمامة تعيين من الله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فالإمام عهد الله وليس للناس اختيار فيها كما أن النبوة عهد من الله سبحانه وتعالى لا اختيار للناس فيها وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون فهذا التعيين من الله سبحانه وتعالى طريقة معرفته النص من رسول الله والأئمة السابقين والمعاجز والكرامات وهناك علائم ذكرناها فيما مضى هذا الحديث نص من الإمام الصادق على الإمام الكاظم، وكان ذلك في حياة إسماعيل وعبد الله الأفطح، لأنه كما ذكرنا أن إسماعيل ابن الإمام الصادق كان أكبر أولاد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، لكنه مات في حياة الإمام الصادق، فلم يكن إمامًا، يعني لم تكن فيه علامه الامامه واما عبد الله الافطح فهذا بقي بعد الامام الصادق لكنه كان معوقا فيه فطح في راسه او في رجليه ولا يكون الامام معوقا وكذلك بالنسبه الى الانبياء لا يوجد هناك نقص في خلقهم وفي خلقهم فالامام يكون هو الامام الكاظم لانه اكبر الاولاد الاحياء الاصحاء حين وفاه الامام الصادق بالسم. وليس هو تعيين من الامام الصادق، وانما اختيار من الله وتبليغ من الرسول، والائمه عليهم الصلاه والسلام، يعني الرسول لم يعين علي بن ابي طالب وانما الله سبحانه وتعالى هو الذي عينه وانما الرسول بلغ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. في حين ان اسماعيل كان حيا ومن الدرجه الاجتماعيه في اعين الناس اسماعيل هو المقدم لانه اولا امه من بني هاشم وأيضا ثانيا هو أكبر الأبناء لأن أم إسماعيل هي بنت عم الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أما الإمام الكاظم فكان ثالث فكان ثالث الأولاد وأمه كانت جارية حميدة المصفات إذا كان التعيين من الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وإسماعيل حي، الإمام الصادق كان يعينه، لكن لأنه تعيين من الله، والإمام الصادق يبلغ، الله سبحانه وتعالى أخبر رسوله أن الإمام من بعد الإمام الصادق يكون موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام، فلذلك الإمام الصادق في حياة إسماعيل أخبر هذا الراوي الذي هو منصور ابن حازم بأن الإمام من بعده هو الإمام الكاظم قال له منصور ابن حازم بأبي أنت وأمي يعني فداك أبي وأمي إن الأنفس يغدى عليها ويراح الغدو الفترة الصباحية، الرواح الفترة المسائية، الناس يموتون صباحا ومساء، ما من وقت الا وبعض الناس يموت فيه، المقصود انه الموت سيأتي على الجميع، وانت الامام الصادق ايضا في يوم من الايام ستموت. لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى، الرس الله سبحانه وتعالى خاطب رسوله فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. أفإن مت فهم الخالدون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم لأن الله سبحانه وتعالى أراد. للانبياء وللائمه ان يكونوا قدوه للناس فلذلك جعلهم بشرا وتركيبتهم الجسديه تركيبه بشر نعم الله سبحانه وتعالى فضلهم بان اختارهم لمنصب النبوه او الامامه الله سبحانه وتعالى عصمهم الله علمهم الله سبحانه وتعالى فضلهم بكثير من الامور لكن التركيبة الجسدية تركيبة بشرية والبشر يموتون كل نفس ذائقة الموت في أعمار محدودة وليست الأعمار في هذه الأزمنة طويلة جدا إن الأنفس يغدى عليها ويراح يعني تقبض الموت في الرواح وفي الغدو فإذا كان ذلك فمن تأدب في كلامه ما قال إذا أنت مت قال فإذا كان ذلك فمن الكناية أبلغ من التصريح فقال أبو عبد الله عليه السلام إن كان ذلك فهو صاحبكم وضرب بيده على منكب أبي الحسن الأيمن فيما أعلم المنكب هذا هذا المكان ضرب على منكبه والراوي يقول: أظن أنه الأيمن، وهو يومئذ خماسي، هذا تعبير يراد بأنه كان صغيرا، الخماسي يعني خمسة أشبار، ولا يطلق على الرجل خماسي، لأنه الرجل إذا صار رجلا يصير طوله ستة أشبار أقل تقدير، سبعة أشبار، فيكون رجل، يكون رجلا. وهو يومئذ خماسي وعبد الله ابن جعفر جالس معنا عبد الله أيضا كان موجودا وسمع هذا الكلام إسماعيل أيضا في ذلك الوقت كان حيا في هذا الرواية هذا الحديث ما مذكور اسم إسماعيل لكن إسماعيل مات بعد أن بلغ الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه وبعد أن شبه الحديث الآخر عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر أو عمر بن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إن كان كون ولا أراني الله ذلك أيضا كناية إن كان كون يعني إذا مت أنت لكن بكناية عبر ولا أراني الله ذلك يعني أدعو أن أموت قبلك لكي لا أصاب بك لكن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى فإن كان كون فبمن أأتم لأنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية إذا واحد مات وما يعرف إمام زمانه هذا حديث متفق عليه بين الفريقين. بلفظ اخر من مات وليس في عنقه بيعه لامام، مات ميته جاهليه، زين هي ميته الجاهليه يا ميته، ميته كفر ونفاق. اذا واحد مات ولم يعرف امام زمانه، او مات وليس في عنقه بيعه لامام، هذا ميتته ميتة كفر ونفاق. وطبعا إذا كان ميتته كفر ونفاق فهو ضال ومن أهل النار وهذا الحديث رواه الآخرون أيضا زين إحنا نسأل من الإمام عندكم في هذا الزمان ومن بايعتموه في هذا الزمان وهم أيضا يروون أنه ما يصير يكون إمامان إثنان في زمان واحد من هو الإمام الذي في عنقكم بيعة له لذا في هذا الحديث يقول فبمن أأتم حتى لا يكون موتي وميتتي ميتة جاهلية الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فأومع إلى ابنه موسى قلت فإن حدث بموسى حدث فبمن أأتم احيانا الانسان يعمر طويلا عبد الله بن جعفر هذا ابن الامام الصادق ثم عمر في زمن الامام الكاظم وهو شقيق للامام الكاظم وعمر في زمان الامام الرضا عليه الصلاه والسلام وهو عم للامام الرضا وعمر حتى أدرك الإمام الجواد عليه السلام هو رجل كبير ذو شيبة وهيبة والإمام الجواد في الظاهر كان صبيا مثلا عمره تسع سنوات عشر سنوات فكان يقبل يده يقول له عيب أنت عم والدة لحيتك بيضاء هذا ولد لم يبلغ الحلم كيف تقوم له وتقبل يده فكان يقول ماذا أصنع إن الله سبحانه وتعالى لم ير لهذه الشيبة قابلية الإمامة ورأى في هذا الشاب قابلية الإمامة يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله إماما فأنا أرضخ لأمر الله سبحانه وتعالى وأطيع الله سبحانه وتعالى زين هسه منصور هسه عيسى بن عبد الله عيسى بن عبد الله يقول فان حدث بموسى حدث فبمن اتم قال بولده قلت فان حدث بولده حدث وترك اخا كبيرا وابنا صغيرا فبمن اتم عند اخ كبير وعند ابن صغير قال بولده ثم قال هكذا ابدا مره سابقا في بيان هذه الايه واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. هذه الايه التي هي في سوره الاحزاب، لان هي آيتان، ايه في سوره الانفال، وايه في سوره الاحزاب، اللي في سوره الاحزاب ترتبط باسره النبي صلى الله عليه واله، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، النبي اولى. وازواجه امهاتهم. أما زواجات الرسول ليس لهن من الأولوية على المسلمين شيء وإنما يحرم النكاح بهن كالأمهات وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله الزواجات ليس لهم من الإمامة والأولوية بالمؤمنين شيئا وإنما لأولي الأرحام منهم أولي الأرحام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وأولاده وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من من المؤمنين والمهاجرين أولو الأرحام أرحم الرسول أولى من المهاجرين حتى لو يكون مهاجر أولو الأرحام أولى من علي بن أبي طالب أولى من سائر المؤمنين والمهاجرين زين فإذا هذه الآية تقول أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض كلما أقرب إلى الرسول يكون هو أولى هذا استثناء واحد فيه الاستثناء شنو هو في الإمام الحسن والحسين لأن نسبة الإمام الحسن والإمام الحسين إلى رسول الله صلى الله عليه واله نسبة واحدة فحينما وصلت الامامه الى الامام الحسين اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض ولده الامام زين العابدين. من اولى بالامام زين العابدين؟ ولده الامام الباقر، من اولى بالامام الباقر؟ ولده الامام الصادق وهكذا الابن الاكبر من الاحياء بشرط ان لا يكون ذا عاهه هو اولى بالاب فبعد الحسن والحسين لم تجتمع الامامه في اخوين من الاب الى اكبر الابناء الاحياء من غير عاهه لذا الامام الحسن العسكري عليه الصلاه والسلام حينما توفي بالسم كان له اخوان جعفر والحسين الحسين كان ورعا تقيا نقيا وورعه كان بحيث أنه كان يشبه الإمام الحسن العسكري والحسين ابن الإمام الهادي يشبهان بالحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب عليهم جميعا الصلاة والسلام الحسين كان ورعا لم يدعي الإمامة لماذا؟ لأنه يعلم بأنه الإمامة ليست من نصيبه ولا من حقه الإمامة في ولد الإمام العسكري وأما جعفر فيقال أنه رغب في الإمامة، لكن بعد ذلك تاب عن هذا الأمر، فإن حدث بولده حدث وترك أخا كبيرا وابنا صغيرا فبمن أأتم؟ قال بولده، ثم قال هكذا أبدا. قلت: فإن لم أعرفه ولا أعرف موضعه. يصير في زمان تقية، أو الإنسان في مكان نائي مات الإمام من هو الإمام الذي من بعد ما أدري ماذا أفعل في زمان التقية أحيانا الأئمة عليهم الصلاه والسلام ما كانوا يبينون لعامة الناس الإمام من بعدهم من هو فالذين كانوا في المناطق النائية وصلهم خبر وفاة الإمام من الإمام اللي بعده ما ندري زين يرسلون وفودا مثلا من خراسان وفد يخرج فيهم الثقات يأتون إلى المدينة ويسألون يحققون يعرفون من هو الإمام فيرجعون زين هذا الوفد أفرض من خراسان يروح للمدينة إلى أن يرجع أحيانا يطول ستة أشهر سبعة أشهر الناس الذين هم مثلا في هذه المنطقه النائيه في هذه الفتره ماذا يصنعون الامام مات من الامام بعد ما يدرون وهم ليسوا مقصرين في جهلهم وسائل الاتصالات ما كانت موجوده وما كان بناء يكون هناك اعجاز بان مثلا الله سبحانه وتعالى يلهم كل واحد منهم ولا كان الحالة طبيعية بحيث أنه من زمان يجاهر به بشكل علني كان يقال للخاصة بعض الأحيان الناس ما يدرون الله سبحانه وتعالى لأن هؤلاء ليسوا مقصرين فلذلك قبل منهم الإيمان الإجمالي إجمالا نحن نعلم بأن هذا الإمام الذي مات ابنه الأكبر هو الإمام زين منه هو من عرفه نرسل وفد إلى أن يتعرف عليه ويأتي ويخبرنا بذلك فحينئذ حينما علمنا باسمه وتفاصيله نؤمن به إيمانا تفصيليا أن تؤمن إيمان إجمالي في المرحلة الأولى وهذا يجزيك لأنك معذور فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، من مصاديق هذه الآية ارسال وفود لمعرفة الإمام، والذين أرسلوا الوفود وهم منتظرون هم في هذه الفترة معذورون إذا آمنوا إيمانا اجماليا. قلت فإن لم أعرفه، يعني ما أعرف من هو. ولا اعرف موضعه حتى اروح اسأل. قال: تقول: اللهم اني اتولى من بقي من حججك من ولد الامام الماضي، لان الامامه لا تخرج من الاولاد، ما تروح الى الاخوه الى ابناء العام الى ناس اخرين. من من ابناء هذا الامام هو الامام من بعده فانا اؤمن به، فان ذلك يجزيك ان شاء الله الى ان تتمكن من تحصيل العلم. التفصيلي حديث آخر عن المفضل ابن عمر الحديث الثامن من أحاديث هذا الباب قال ذكر أبو عبد الله عليه السلام أبا الحسن عليه السلام وهو يومئذ غلام فقال هذا المولود الذي لم يولد فينا مولود أعظم بركة على شيعتنا منه الامام الصادق له ابناء متعددين لكن اكثر ابنائه بركه على الشيعة من هو الامام الكاظم لان بركه الامام ليست على الشيعة فقط على العالم اجمع بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض والسماء الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لاجلهم لاجل رسول الله محمد واله عليه وعليهم الصلاه والسلام. اني ما خلقت سماء مبنيه ولا ارضا مدحيه الى ان يقول الا في محبتكم. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لاجل ال محمد، يعني لاجل محمد وال محمد عليه وعليهم الصلاه والسلام. فبركتهم علينا كبيره لانه لولا أن خلقهم الله سبحانه وتعالى ما كان يخلقنا أصلًا. ولولا محبتهم الله سبحانه وتعالى ما كان يلطف بنا. وأيضًا الله سبحانه وتعالى ربط بهم نظام الكون. هو الله الخالق، الله الرازق، الله المدبر، لكن ربط أمور الكون بهم. إذا نريد نمثل مثال مادي الآن الجاذبية قانون الجاذبية من الذي قدره الله سبحانه وتعالى هو الذي قدره فالله سبحانه وتعالى يدبر أمر الكون وجعل فيه قوانين منها قوانين الجاذبية إذا الجاذبية ألغيت من الكون هذا الكون ينهار إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده الله سبحانه وتعالى يدبر الأمور لكن جعل وسائطهم الملائكة وأيضاً الرسول وآله عليه وعليهم الصلاة والسلام فبركتهم علينا عظيمة هذه في الدنيا وكذلك في الآخرة لا يفوز الفائزون بالجنة إلا بمحبتهم وبشفاعتهم. فلذا الإمام أعظم بركة من غيره بما لا يقاس أولاد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فضلاء علماء أتقياء لكن لا يقاس الإمام بهم لم يولد فينا يعني في أولاد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أو في بني هاشم في ذلك الزمان مولود أعظم بركة على شيعتنا منه ثم قال لي لا تجفو إسماعيل اسماعيل انسان عظيم ورع تقي عالم لكن الله سبحانه وتعالى لم يختاره للامامه لم يختاره للامامه وهذا ليس نقصا لان الله سبحانه وتعالى اختار بعض الاشخاص ولم يختار الاخرين هسه اسماعيل الله سبحانه وتعالى لم يجعله اماما هذا لا ينقص من فضله وعلمه شيئا بعدين اذا سمعت انه ناس طلعوا وادعوا الامامه لاسماعيل او ادعوا الامامه لولد اسماعيل فهذا ما يرتبط باسماعيل. مثل ما طلعوا ناس من النصارى قالوا ان عيسى عليه السلام هو الله والعياذ بالله او هو ابن الله، هذا ما يرتبط بعيسى. اذا في يوم القيامه كما في سوره المائده عيسى عليه الصلاه والسلام يتبرا من مقولتهم ومنهم. اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك انت منزه يا رب وعيسى يقول لم يكن لي من الحق ان اقول هذا الكلام ولم اقل لهم الا ما امرتني به والايه موجوده في سوره المائده ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم فاذا اذا واحد اجا ادعى ادعاء غير صحيح بالنسبه الى عيسى هذا لا يرتبط به اذا واحد اجا ادعى ادعاء ان اسماعيل رضوان الله تعالى عليه كان اماما هذا لا يرتبط باسماعيل لان اسماعيل لم يدعي الامامه وانما مات في حياه الامام الصادق عليه الصلاه والسلام لذا الامام الصادق يقول لا تجفو اسماعيل يكون منكم جفاء بالنسبة له لأنه بعض ادعوا إمامته هذا لا يرتبط به حديث آخر أيضا الحديث التاسع من باب الإشارة والنص على أبي الحسن موسى هذا الحديث طويل الكوليني يختار مقطع منه عن فيض بن المختار في حديث طويل في أمر أبي الحسن حتى قال له أبو عبد الله عليه السلام هو صاحبك الذي سألت عنه فقم إليه فأقر له بحقه لأنه من حق أن تعترف بإمامته وأن والي فقمت حتى قبلت رأسه ويده ودعوت الله عز وجل له فقال أبو عبد الله عليه السلام أما إنه لم يؤذن لنا في أول منك يعني أول واحد نقول له أنه الإمام اللاحق هو الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام، أول واحد أنت، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن لي في تبليغ هذا الأمر، لأن التبليغ بأمر من الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعين وقت ذلك التبليغ، قبل هذه القضية الله سبحانه وتعالى ما كان قد أذن للإمام الصادق أن يقول للخاصة بأن الإمام من بعده هو الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام، ولعله تقية وحفظا له، بل البعض يقول لعله وفاة إسماعيل كانت مكيده، لأنه الأعداء كانوا يتصورون أنه هو الإمام من بعد الإمام موسى من, من بعد الإمام الصادق، فلعله سقوه السم وقتلوه لقطع الإمامة. وعبد الله الأفطح أيضا مات بعد أيام من وفاة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، لأنه الناس تصوروا أنه هو الإمام، يعني كثير من الناس، ولعله أيضا دس إليه السم فمات بعد أربعين أو سبعين يوما، فلذلك الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: أما إنه لم يؤذن لنا في أول منك، يعني في السابقين منك قال قلت جعلت فداك فأخبر به أحدا فقال نعم أهلك وولدك وكان معي أهلي وولدي ورفقائي وكان يونس بن ضبيان من رفقائي الإمام قال له أخبر أهلك وولدك ما قال رفقائك فلما أخبرتهم حمد الله عز وجل ولعله عندما أخبرهم يونس سمع لأنه كانوا معا أحيانا الإنسان يقول كلاما لشخص بشكل خفي لكن صوته عالي أو ذاك سمع قوي أو هذا يغفل عن وجود ذاك فيسمع الإمام قال له أخبر أهلك وولدك يونس بن ظبيان كان من رفقاء بس مو من أهل ولده لكن سمع ذلك فلما أخبرتهم حمد الله عز وجل وقال يونس لا والله حتى أسمع ذلك منه صحيح أنت أني يعني أثق بك لكن خبر واحد أنت تنقل لي على الإمام ومسألة الإمامة مسألة من أصول الدين لا يكفي فيها الخبر الواحد لازم الإنسان يعلم بها فيونس أراد أن يسمع هو وكانت به عجله فخرج يعني ما امهل بس ما سمع هذا الكلام مني ذهب الى بيت الامام الصادق عليه الصلاه والسلام فاتبعته فلما انتهيت الى الباب سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول له وقد سبقني اليه لان بعجله راح يا يونس الامر كما قال لك فيض فقال سمعت واطعته فقال لي ابو عبد الله عليه السلام: خذ اليك يا فيض، هسه انت فلتتها يونس سمع، مو مشكلة لأن يونس من الخواص، لكن خذ اليك، يعني دير بالك، هذا الأمر فيه تقية، فلا تذعه إلا للخواص الخواص، بحيث أنه لا يتوجه خطر على الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام وهناك أحاديث أخرى في هذا الباب نتركها إلى حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين